فواكه معينة، هذا ناتج عن حاجة الجنين لهذه المواد الغذائية اللي موجودة في الشغلات اللي بتوحموا عليها نساء الحوامل. يعني هذا هو التفسير العلمي الواضح لهذا الموضوع. شو علاج آلام الكتف وصداع في الرأس على طول؟ كل الفيديوهات تاعت آلام الكتف موجودة بتتبعها، كل الفيديوهات تاعت آلام الرقبة بتتبعها، كل الفيديوهات تاعت آلام الرأس بتحضرها وبتطبقها. هذول الكتف والرقبة والرأس للانتهاء تدريجيا من هاي المشاكل. نبض، زيادة نبض في الجسم يعني تهيج في الجهاز العصبي. يعني في عنا جهازين عصبيين، سمبثاوي اللي هو بهيج يعني بيرفع كل شيء، هاي وظيفته انه ينشط، يرفع ضغط الدم، يرفع السكر، يرفع الكوليسترول، يرفع الادرينالين اللي يحرك الجسم. وهذا بنحتاجه السمبثاوي لما في خوف، في اسد واقف قدامي ولا كلب وبدي اهرب، بدي جهاز سمبثاوي. ساعتها التنفس بيكون سريع، بدي وقت الخوف، وقت الحالة النفسية السيئة سواء خوف نفسي او خوف حقيقي، الجهاز العصبي بيتعامل معه بنفس الشيء. يعني إذا أنا قلقت من موضوع حيحصل معي بكرة، في هاي الحالة أنا بنشط الجهاز السمبثاوي هذا. أو في حالة وجود في خطر وبدي بضطر مني إني أهرب شوية، أركض لنص ساعة، نفس الشيء الجهاز السمبثاوي بيرتفع. هلا في المرحلة الأولى الجهاز السمبثاوي بيرتفع، فبرفع الضغط وبرفع السكر وبرفع الكورتيزول، بس في شيء تفريغ لهالطاقة هاي اللي رفعها. طب أنا رفعت الضغط، طب ماني ما تحركتش، ضليتني قاعد وأنا أفكر، دماغي اللي بفكر، يعني حالة نفسية. فهذا هو الجهاز السمبثاوي اللي هو جهاز كويس وبدنا إياه. في جهاز ثاني اللي هو عن طريق العصب الحائر، هذا اللي بيهدي، هذا هو البريكات، هذا اللي بيقول للجهاز السمبثاوي وقف عندك، دقات القلب مرتفعة بتنزل، التنفس مرتفع وحركة القفص الصدري بنزلها هذا الجهاز. إذا في وجع راس ناتج عن زيادة في الضغط كمان بروح على السريع. إذا في حالة رجات وحالة تأتأة وعدم سيطرة على الحركات، كمان هذا الباراسمبثاوي بينزلها. هذا الباراسمبثاوي اللي هو لا إرادي، طبعا هاي الأجهزة لا إرادية، يعني بتشتغل من غير ما إحنا ندري كيف شغالة، بس الباراسمبثاوي ممكن إحنا نتحكم فيه. نتحكم فيه اللي هو تحفيز للعصب الحائر اللي هو حينزل الضغط وحينزل دقات القلب وحينزل من الكولون العصبي والمثانة العصبية، وكل هذه الأعراض حتنزل مع تحفيز العصب الحائر. تحفيز العصب الحائر بسيطة، شغلات بسيطة بتعتمد هاي الحركة بتحفز العصب الحائر اللي بنحكي عنها شهيق وزفير أكثر من مرة، هذه بتنشط العصب الحائر عشان هيك بتنزل الضغط وبتخفف وجع الراس. الطبطبة على المنطقة الصدرية بس هيك، اي واحد بخاف شو اول شغلة بيسويها؟ بحط ايده على صدره او بصير يعمل بالطريقة هذه. يعني هي هذه الحركة اهتزازات على العصب الحائر، هذه حتحفزه. نغسل وجهنا في المي الباردة او نغسل ايدينا في المي الباردة او اجرينا او ناخذ لنا حمام مي باردة، هذا حيفعل العصب الحائر، هذا حيعطي على استرخاء دائما. ان نروح ننزل راسنا لتحت او نعمل عملية السجود، هذا بحفز العصب الحائر ويعطي استرخاء بشكل مباشر. اني اطلع الاصوات على بشكل دندني او هذه الاصوات لما اطلعها بالطريقة هذه، انا بعمل ارتجاجات وبحفز العصب الحائر.
التنفس العميق، اني احبس النفس لعشر ثواني في داخل الصدر، هذا بحفز العصب الحائر. يعني كثير الامور اللي حتحفز العصب الحائر واللي تخفف الاعراض هذه، اني انفخ بس اقول اوف اوف، هاي الاوف هذه لتنشيط العصب الحائر. ولا تقل لهما اوف، يعني هي الاوف تعبير عن حالة غضب داخلي. فيش حدا بيقول اوف الا اذا كان منرفز، مرته نرفزته قبل ما يرد عشان يفرغ اوف 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 اوف. شو هي الاوف؟ هي عملية اخراج النفس بشكل انه الشفايف تكون مضموضة على بعض. في هاي الحالة هذا برخي العصب الحائر بشكل كبير، وبيخلي يعني ضغط الدم ينزل ودقات القلب تنزل، وهاي الامور كلها بتنزل مع تحفيز العصب الحائر. لتنظيف الرئة من التدخين، تنظيف الرئة من المياه والاكسجين 90. الرئة معروف كيف بدنا ننظفها، بدنا ننظفها اول شيء عن طريق الاعشاب، شرب الأعشاب أو تبخيرة الأعشاب أو المضمضة بمغلي الأعشاب أو الغرغرة بمغلي الأعشاب. أفضل الأعشاب للرئة اللي هي بتدور، في عنا الجينكا بيلوبا، هاي حكينا عنها، عشبة الجينكا بيلوبا مرة مرتين في اليوم. في عنا الزعتر أو الأوريجانو، هذا كويس وهذا كويس، الزعتر أو الأوريجانو مرة مرتين في اليوم، النعنع مرة مرتين في اليوم، الروزماري مرة مرتين في اليوم، الليمون لازم يكون معصور على الأعشاب هذه، يعني ناخذ فيتامين سي. غير هاي الأعشاب عندكم الحبوب، الحبوب الكاملة كويسة كتير، حبوب الرشاد، حبوب الكتان، هاي هي فيتامينات بي 12، هذه هي فيتامينات سي، هذه المغنيزيوم. من ناحية غير الناحية الغذائية، المشي والهرولة اللي هو بيخلينا نتنفس بشكل أسرع، هذا أفضل تنظيف للرئتين. بس بدنا لما نمشي ولا نهرول لازم نكون يعني شادين حالنا، يعني رافعين حالنا لفوق، يعني مشي عسكرية سريعة. كل ما سرعنا أكثر كل ما طلعنا من هالزفير ومن هالبلغم ونظفنا أكثر، يعني حركة الهواء في الرئتين هو عملية تنظيف للرئتين. إذا بدنا ننظف الرئتين لازم نعمل هاي الحركات الطبطبات مرة مرتين في اليوم، 5 دقائق كل مرة. إذا بدنا ننظف الرئتين لازم أعمل التمارين التنفسية وأنا حاني حالي، سواء على ظهري ورافع اجري لفوق واعمل الطبطبات هذه اللي اقدر ازيل البلغم اللي عالق في الحويصلات الهوائيه، واعمل رجه هيك خفيفه اللي تحرك الدوره الدمويه. وبدي انظف الرئتين طبعا بدي استنشق هواء كويس، يعني بدي اروح اعمل رياضه اول ما شيء بالهواء الطلق مع الطبيعه. اذا كان الجو بارد دفي حالك كويس، وبيكون لسه فعالية التمارين هذه أفضل في تنظيف الرئتين. يعني هذه كل الطرق بتنظف بشكل كبير. في عنا عشبة، بس هذه بجهز لكم كتيب بكل مواصفاتها لتنظيف الرئة، اللي هي بسموها الانديان توباكو. انديان توباكو، الانديان توباكو هذه عشبة موجودة في امريكا وفي كندا، بتعمل عملية فيها مادة شبيهة في النيكوتين، يعني للناس اللي بدهم يبطلوا دخان بياخذوها 2 لـ3 مرات في اليوم، كل مرة بيحطوا ملعقة شاي صغيرة وبيشربوها مع ليمون. هذه العشبة الانديان توباكو هذه يعني بتخفف من اعراض الادمان على النيكوتين اول شيء، وتاني شيء المواد الفعالة اللي موجودة فيها بتعمل عملية تنشيط كيف الجينكو بيلوبا بتعمل تنشيط للدورة الدموية، هاي الانديان توباكو بتعمل تنشيطات مضاعفة للدورة الدموية في الشعيبات الدموية، يعني مش بس هي للرئتين، هي كمان لصحة الدماغ. بس انها قوية كتير العشبة وفعاليتها قوية، ففي هاي الحالة ما حدا بيقدر ينصح